أيتها الأحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدي أفرجكم على بربيش الميزان أو بربيش الشقلة، كيف بنوزن كل أسقف الغرف المنفصلة عن بعضها نفس الارتفاع. طبعا نستخدم بربيش الشقلة، طبعا احنا شغلنا فعليا على الليزر، ولكن احنا بننقل من غرفة لغرفة بدون ما نقيس بالمتر، مثلا من صفر منطقة لصفر منطقة، لا بننقل مثلا من الغرفة الاولى بنقيسها بالمتر، بعدين بنشتغل بربيش الشقلة على الغرفة اللي بعديها، تمام، وبنوزن ومن ثم بنستخدم الليزر زي هيك. طبعا نحط بالبربيش مي وبنستنى المي لما ترفع نفس الارتفاع على الجهتين على الصفر زي هيك وصلت، وبعديها مباشرة بنعلم وبنشتغلها على الليزر زي هيك، تمام. هاي من الجهة الثانية، بس يكون صفر على النقطة اللي احنا بدنا اياها نشتغل. طبعا الحديد اللي فوق هذا شغل قديم، احنا قاعدين بنكرر شغل جديد تحتيه. نعلم قلم الرصاص اكثر من جهة على الواجهة الثانية، ايوه بالطريقة هاي. هيك بكون معانا كل الغرف قياس واحد، ما في واحدة عالية واحدة واطية. نضرب خيط علام على القطعة اللي احنا بدنا اياها، وهيك بكون الغرفة نفس ارتفاع الغرفة الثانية. طبعا بنضرب بالليزر وبنضرب الحديد اللي بعديه، وهيك بكون الشغل 100%، كل الغرف نفس القياس. إن كانت المسافات تفرقنا فبيت الأحلام للديكور يجمعنا، وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد.